اسمع حضرتك. فتحي احمد. فتحي احمد، تعرف ايه عن الدار دي يا فتحي؟ اعرف ان الدار دي بقالها مثلا تقريبا 5 سنين او 6 سنين شغاله هنا، احنا اساسا ساكنين هنا في عز الدين عمر في الهرم، وبنطلع هنا من زمان من حوالي 10 سنين. وكنا عارفين يعني ان ماسكين الدار ناس كويسه ومحترمه، بس السما اللي هو ماسك الدار دوت راجل بصراحه يعني ما يعرفش اي حاجه عن دار الايتام، اللي هو فاتحها كده كمصلحه كسبوبة بيعملها، لكن كان هو يرعى ايتام ما ينفعش، لان الحاجات اللي عملها ما تقولش خالص ان دوت راجل صاحب دار ايتام او عنده اولاد اصلا. طب انت الواقعه دي لسه عارفها النهارده زي بقيه الناس ولا عارفينها من زمان؟ بس احنا شفنا موضوع قبل كده خناقه ليه من فتره هنا، من حوالي مثلا 6 7 شهور، كان طفله صغيره بتهزر مع صاحبتها وكده، وهو ضربها على وشها بالقلم يعني صعب علينا، فكلنا هنا كنا قاعدين وقفنا واتكلمنا معاه وما ينفعش اللي انت عملته. يعني انتوا بالفعل اتكلمتوا معاه على شتم فينا، شتم فينا وشتم في رئيس اتحاد الولاد، وقال له ما حدش ليه دعوه، وشتمنا شتام وحش يعني لدرجه ان في ناس عملت له 3 مرات. كل ده سابق الاول، الاتحادات شغاله. ما ماشي مع الاطفال، قال لكم ايه؟ انا بكلمك على البلاء وتفصيلات البلاء. مده الاتحاد سواء اخرك ولا لا؟ نعم مده الاتحاد. انت حياتي في النهايه بقى يسال عنها في النهايه العامه. انت حياتي مش حياتي لغايه دلوقتي. عمل محضر في قسم الشرطه الخلفيه النهارده. طب يا فندم اثنين من المتابعين في قرار الدار يعني قدموا في نفس الوقت البلاغ؟ الاثنين كانوا مع بعض. طب اسمائهم ايه؟ والله يا باشا هو الراجل حضرتك اخو استاذه الهام. ايوه. تعرف ايه عن موضوع الدار؟ علاقتي بتحارب بقى لها سنه. قدمت اكتر من مره في وزاره الشؤون والتضامن وعرضت المواد بتاعتها، وكانوا بيقولوا ان هم هياخدوا موقف ايجابي من الدور، وفجاه كل لما بتسال احنا لسه بنتحرك، احنا لسه بنسال، احنا بنفتش، احنا بنسال، احنا بنتحرك، ومفيش اي اجابه، مفيش اي تحرك ايجابي تجاه هذا الموضوع. يعني ممكن دكتور حالين حيجي في حد هيطبع لهم بلبس، هيطبع لهم حاجه، فيروح نازلين يعني بيجوا نازلين ماخدين بالعربيات يعني الصغيرين تنزل تشيل يعني حاجه بنفسها. حوالي كم طفل هم؟ يعني في حدود يمكن 30 15. قاعدين في اوضه في شقه قد ايه؟ يعني في 4 غرف او 5. ال 30 قاعدين في 4 غرف؟ اه زي كده. في سراير فوق حضرتك شفتها؟ اه يعني تحت فوق المكان فوق معد لذلك؟ ما شفتوش. ما يدخلش حد جوه. اول مره نشوفه على النت هنا مع اول مره. طب الحكومه جت هنا امتى وانت طالع؟ يعني من عارف جت امتى؟ يعني الساعه كام بالظبط؟ يعني في حدود دلوقتي حاليا الساعه يمكن دلوقتي حاليا 2 او اول ما جم اول حاجه عملوها اول ما جم. طب المشرف على الدار هرب؟ هرب ولا كان موجود؟ كان موجود الصبح. بعدين كده اختفى. كان موجود الصبح. هم بيحاولوا مع مين؟ جاب المنادي. هم بيحاولوا مع مين فوق؟ ما بيحبوش مع حد. هو مش موجود. هو مش موجود يعني؟ لا مش موجود. طلبوا دار الايتام. بس هو احنا نشوف ان هو بيعمل حاجه في الاطفال مش بنشوف. يعني ما اقولكش اكذب ان انا اقول لك كنا بنشوفه بيضرب. لا في عيل اسمه محمد برضه باجي عندنا يقعد بعده وياخد بعضه ويتكل على الله. ما بنشوفوش حاجه يعني. ما فيش ولا مره سمعت صراخ مثلا؟ لا بطلع امسح العماره برضه ما بسمعش صراخ ولا حاجه. انا زمان عمري ما شفت امسح العماره ما فيش اي حاجه بتحصل. لا يا ماما لا لا ما سمعتش اي حاجه. بس ما علينا ان احنا ايه اللي يقول ودونا دار الايتام بنفتح الباب وبنطلع بس.